أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، زدنا يا ربي من لدنك علما، زدنا يا ربي من لدنك علما، زدنا يا ربي من لدنك علما وإخلاصا دائما يا رب العالمين، آمين. يلا سيدي. كلام قديم لا يمل سماعه، تنزل عن قول به أشتفي من كل داء ونور، دليل لقلبي عند جهل وحيراتي، فيا رب متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمر حياتي وعلمي فتحا وعلما وحكمة، وآنس به يا رب في القبر وحشاتي، وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابتي، فجد وتقبل سيدي بتفضل وعم جميع الحاضرين بالرحمة، وأصلح شؤون المسلمين وهب لهم من الخير وارحم كل حي وميت، بجاه الذي أرسلت للخلق رحمة محمد المختار خير البرية، عليه صلاة الله لا يتقارئ صلاة وتسليما وأزكى تحياتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لا
سيدي ايوه منين بدينا نحن؟ وقال الذين كفروا تفضل سيدي نقرا وبعد نصلي وين تفضل سيدي محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هي شيء بنيت الشفاء ونيت كل شيء. الحمد لله رب العالمين. نعم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شكون المغضوب عليه؟ يوسف الضالين. نعم محل. اي نعم تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من قريتنا من ارضنا او لتعودن في ملتنا. نعم. فاوحى اليهم ربهم لنخرجن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم. ريت الوقف اللي عمله توا حمود وقف ممتاز جدا. وقت ممتاز جدا لأنه صحيح نحن عندنا رأس آية في قوله تعالى لنهلكن الظالمين، لكن ريت الواو اللي بعدها نتاع ولنهلكنكم هذيك تسموها واو عطف، يعني أحسنت كي يوصلها يكون أفضل. واضح؟ بالرغم أنه الوقف على رؤوس الآية سنة، يعني نجم يقف على رؤوس الآية والوقف على رؤوس الآية سنة، لكن لو وصلنا ما لنا حد شيء. يعني إيش معناها؟ كي نبدو نلقاو أنه الآية كملت، الآية كملت وبعدها الآية التي تليها مربوطة بها بالمعنى، ما يصيرش نوصل. واضح؟ ما يصيرش نوصل كما عمل هو بالضبط. واضح؟ أما اللي يحب يبين الآية كما نتاع سورة الماعون، سورة الماعون، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذه فيها ثلاثة أنواع متاع وقف، ثلاثة أنواع متاع وقف. إما الوصل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وإلا الوقف فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وإلا ثم الجمع بين الرأيين وهو وقف ممتاز جدا. شو معنى تجمع بين الرأيين؟ فويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقف ممتاز جدا. لأن هكذا كما قرأ أخويا حمود إيش قال؟ هو واصل، لكن تنجم تقول فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. واضح يا جماعة؟ وإلا تقرأ من فأوحى حد من بعدهم كما قرأه هو. تفضل سيدي. ذلك لمن خاف، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. فرضاً نحب نحن نعمل سؤال اختباري، فعل استفتح وكيفاش نبدأ به لهنا؟ واستفتح ديما بالواو. واضح؟ قاعدة قاعدة أنور عاشقوي يا سيدي الباهي سيدي علي معايا سيدي، ديما الواو والباء والتاء والفاء. واضح؟ واللام، اللام ديما الحروف هذوما كي يبدو لاصقين في الفعل ما نفصلهمش عليهم سيدي رضا، مفهومة؟ أحسن، ديما نبدو بها واستفتح وما نقولش استفتحوا. واضح؟ ديما بالواو. نعم. أي واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه، زيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. لو شوية بركة ترقق السين تجي بها ويسقى ويسقى من ماء صديد. نعم. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. الله يفتح عليك. لكن لا مش غليظ، ومن ورائه عذاب غليظ. لا مش غليظ، قل لي قلق، لا غليظ. ومن ورائه عذاب غليظ. ليش بدي سايبك؟ عاود عاود. من ورائه عذاب غليظ. ايوه. لكن من رسول الله، شو الفرق ما بين الميت والميت؟ الميت بتشديد الياء والميت. الميت
ما دام ثم فرق يعني ثم في حاجه هو حاجه اما هي ذيك الميت يعني اللي هي مشده ولا مش مشده ايش فيها هذيك اي يعطيك الصحه اي كيف ما حرمت عليكم كما قال سيدي حمود الميت شو معناه اللي خرج روحها الميت اليابس يا ساكنه هذاك يعني مخلوق خرجت روحه هذاك ميت اما الميته يعني من كتب عليه الموت باش يموت يجي وقت ويموت كما قال ربي سبحانه وتعالى انك ميت وانهم ميتون واضح ولا اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه جات له الزوز زوز قراءات ميتا وميتا واضح الميت هو شنو اللي باش يموت والميت هو واضح ودع حاضرين نحن مش حاضرين ربي يحسن الخاتمه ان شاء الله اي سيموني راي مثل الذين كفروا وين مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت بها كيف سامحني ريتو كرماد اللي هكا نقول لك ابدا كيفاش تبدا بها كيفاش تبدا كرماد واضح ما تقوليش رماد علاش لان كيف هكا حتى في الرسم موصوله يا عم تفضل كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء فما السورة لا يقدرون على شيء مما كسبوا قلت لكم عليها هاي اللي هي فيه ترى في البقرة أي واحدة في حق الكافر واحدة في حق المنافق هذه في حق المنافق واضح ولا المنافق عفوا الكافر ولا اسمه واضح نعم اي ذلك هو الضلال البعيد الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق سيدي منير شويه بركه القاف اطلع بها الم تر ان الله خلق السماوات خلق السماوات والارض بالحق اي نعم زيد الغنه زيد ان يشأ يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز كيفاش عم ابراهيمك المره الله يذكره بالخير كي ما عملش الغنه قلت زيد الغنه قلع قبل نهار لا ديما الغنه ما نقولوش مقدارها حركتين تو برشا يقول لك الغنه مقدارها حركتين هذه خطا ديما خذوها قاعده اللي ماشي يكتب يكتب الغنه تتناسب مع سرعه التلاوه واضح ما هو سرعة التلاوة قداش عندنا سيدي طاهر؟ بريمير، دوزيام، تروزيام. أما في المزوط مش في الليسونس. أي خاطر في الليسونس تنحي بالحق تنحي الغنة. كما قرأتها أخويا حمودة وقرأ أخويا منير، ما غير ما يشعر ينحيها الغنة، لا. يعني مهما يكون ديما تبقى أثر الغنة موجود، واضح ولا لا؟ يعني عندنا التحقيق اللي هو القراءة بالبطء، هذاك البريمير كما نقولوا، الدوزيام هو شنو؟ التدوير وبعده الحذر. واضح يا جماعة ديما تبقى مقدار الغنة موجود لكن على حسب السرعة واضح أما مش تتنحى جملة واحدة تفضل سيدي وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا نعم إنا كنا لكم تبعا الابتداء ما هوش أبدأ فقال الذين خير فقال الذين كفروا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء به مش تعود لي فهل أنتم مغنون ركز مش نقول لك لا مش عنفس ركز لي الغنى من يتخرج فيها وكهو في حد كلمة من شيء عاود فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء توصيح فهمتوا ولا برمتها فهمتوا المشكلة وين ما غير ما يشعر يا أنور أنتم مهمين برشا بشكل من كلمة هذه الغنة مخرجة من الخيشوم مش من الفم تو منير ما غير ما يشعر قال فهل أنتم ولا الصوت بتاع فم
لا فهل واضح ولا نعم سيدي؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إش عملت؟ أي وقال الشيطان لما قضي الأمر شيخ أسمع روحك الله يصلح بالك أسمع روحك تو تصلح باش نصلحه ما حاجيش باش نزربه. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم عاود فأخلفتكم لي تلميم لنا هكا كيما قلت لكم المرة الفايتة فيها شوية نبرة متاع الصوت نجيبوها. وما كان لي عليكم عندك في الميم وعندك في اللام وما كان لي عليكم من سلطان شيخ انت قاعد تقول وما كان اسمعني مليح وما كان لي علي لي عليكم لي لي عليكم لي عليكم ريت النبره نتاع اللام كي تعملها تنحي لك كل الفتحه نتاع الياء عاود وما كان لي عليكم الله يفكنا من السلطان وما كان لي عليكم من سلطان شيخ قاعد تقول أي نعم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي علاش ثم خلق في الميم فاستجبتم لي هكا فاستجبتم لي يا شيخ فاستجبتم لي مش فاستجبتم لي اغزر فمي في الميم يا جماعة الكل في الميم نسكر الشفتين على الميم ركز نسيب الشفتين يكون اللسان وقت نسيبنا الشفتين يكون اللسان خر انتقل لام شو فاستجبتم لي مش نفصل ما بين اللام والميم أني نسيب الشفتين كما قال أنور إيش قال أغزر قال فاستجبتم لي عاو فاستجبتم لي سكر الشفتين في الميم وخرج باللام فاستجبتم لي أي نعم فلا تلوموني فلا تلوموني ولوموا أنفسكم شيخ لو أنت يا سيدي أنا وراك إمام ما شاء الله وتصلي بالناس الرسالة متاعك أقوى من أي واحد يقرأ القرآن عادي يا زمانك نصلي معاك ولا نصلي وراك معاك هكا ولا يلزمني نفهم الآية اللي باش تقولها وراي هذا وظيفة حق واجب في كل واحد منا راه خاطر النبي صلى الله عليه وسلم قال زينوا القرآن بأصواتكم ويقول في حديث آخر من لم يتغنى بالقرآن فليس منك يتغنى بالقرآن حكيت نحكي لكم فيها تو هذه باش تبين انت توك جيت سردي سردان وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد هي الله أكبر السلام عليك وهني صليت شنو خرجت منها صلاة حتى إن كنت منفردا كون نحن ربي قصنا القصص هذه باش نحن نراجع حساباتنا يعني انت لنا كسيدي الشيخ فلا تلوموني ولوموا انفسكم يلزم تحسسني ان الشيطان قاعد بالحق عامل عملته سيء كور بيك كما قد هيك يا عدك ساعه فهمت عاود فلا تلوموني ولوموا انفسكم اي نعم لا انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي قصدي الرام فخمه إني كفرت بما
كفرت بما أشركتموني من أمان قبل. أمان يصلح بالك أوزر لها مليح. النون ممدودة النون. إني كفرت بما أشركتموني من قبل. اختفى سيدي. إني كفرت بما أشركتموني من قبل. مش أشركتموني الأولى عم خاطر الوصل الأولى من الوقف واضح؟ إيه الأولى أما ظهر فيه هو كمل خدمة وافتر رجع وش تعمل؟ أي يعني قلت لك الوصل الأولى من الوقف لكن لو بدأنا بها معلش إشكال أما الأولى نوصلوها أكل أسري ذا أكاكا أقرأ إيه نعم حد غادي يسلم لا مش تحيتهم 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 توريت الجماعة قاعدين يتابعوا فينا توه الفيديو وقال لك بربي الشيخ ورينا كيفية التخلص وقت المد فيه غنة يعني أكيد كي سمعوكم تو تقرأوا ثم شكرا يقرأ غنة يعني كيما ولا الضالين مش ولا الضال عليش الصوت متاع زوز حروف بركة يخرج من الخشم تش متى يخرج من الخشم يعني وقت نستعملوا العظام متاع النطق متاع الميم كي نسكروا الشفتين على الميم وإلا النون طرف اللسان كيمسره وكيمس اللسان الخشم سبحان الله مباشرة يصير فيه توزويز توزويز هذه هي الغنة باقي الحروف أحفظوها الصوت يخرج من الفم قا كا ألف لام أوكا تو مش نكسر الميم أوزر ما فيه مش غنة مش مي لا مي واضح ألف لام مش لا ديما كيما قبل المنير قلت له ريت الغنة كيفاش خرجها قال أنتم واضح الميم وقت نسكر الشفة العليا على الشفة السفلى والنون كيمس اللسان في الغب واضح ولا أي سيدي ما نطولوش خلينا نقرأ شوي شوية باش ما تفوتناش الصلاة يلا فتحي وقال الذين كفروا يلا ماكش حافظ أقرأ من المصحف يا أخي لأ نحن حافظين نحن حافظين يا شيخ والله ربي حفظنا بالقرآن نحن ما حافظين شيء يا ودي يا نعم تفضل أي مو ساعات الواحد يا ربي يحب يحفظه وهو يتهرب والله 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 يا سيدي حمودة والله يشجع القلب صدق والله العظيم الله المستعان الرحيم الرحمن بر هي مو خطر زمن الفتن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا شدوا في حاجة بركة شدوا في حاجة بركة في القرآن والذكر واضح ولا لا في زمن الفتن بالحق راه شد في القرآن الذكر اللي هو وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم بالحق زمن فتن توا والله زمن فتن الحق أصبح باطل والباطل أصبح حق وهي ماشي على الأقل واحد يشد في القرآن يا أخوي مادام ربي اختارنا باش نقعد نورو هاك القرآن نراجعوا فيه راه ربي يحب يحفظنا بل واحد بالغالي والنفيس تفضل يا سيدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نعم وقال الذين كفروا ذيك هي وقال الذين كفروا لرسلهم لا مش ليرو ليرو لرسلهم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين نعم ولنمكنن بالعكس مشينا فيها عاد وقت ولنسكننكم الأرض من بعدهم أي ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد وصل وليدي استفتحوا وخاب كل جبار عنيد شوية بركة وخا هذيك خاب لا وخاب كل جبار عنيد فأنا سورة وخاب الأخرى أي سيدي
لا لا كلمة خاب. خاب ب. قد أفلح من زكاها. واضح. شمس ولا؟ قد أفلح من زكاها. أيوة زوز بركة في القرآن كاو. يزم كنت تقوله هكاك، يزم تقوله هكاك في ساعة كبتيها. واضح صورة الشمس هذيك هي. هاي تفضل سيدي. واستفتحوا وخاب وخاب كل جبار عنيد. عنيد. هاوك باش نعرفوا حاجة مهمة برشا وبحذنا الأستاذ اللغة العربية والمتفقد. هاوك يرد بالك. أيوا. جبار مشتقة من زوز حاجات. هاكو الأسئلة إذا كلمة جبار. جبار. إيش معناه؟ يا إما من الجبروت وإلا من الجبر. واضح جبر الخاطر. هذه جاي من الجبروت. وخاب كل جبار عنيد جاي من الجبروت. واضح؟ نعم. نعم الواصل. من ورائه جهنم ويسقى. ويسقى مما صديق. نزيد شوية. من ماء صديق. نعم. ويأتي. زيد شوية شيخ من كل مكان. نعم. ومن ورائه عذاب. لا ورائه مد لها شوية. ومن ورائه عذاب. واصل سيدي. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف. معلش في يوم عاصف لا يقدرون يا اخي يا عاي عيه. في يوم عاصف. في يوم عاصف. اي نعم. لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. نعم. ألم تر أن الله ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي لا إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله على وما ذلك على الله بعزيز. علاش عزيز؟ وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا جزعنا أم صبرنا فصبرنا ما لنا من محيص. لا أي محيص. ما لنا من محيص. فخم الصاد. واصل على يلا في سح في سح. وقال الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن وش الأمر لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. توا عليك اقرأ خليته يقرأ قال بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان. وكان جاء قال بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعيدكم الفقر مثلا ما خليش يكمل. خاطر احسنت خاطر في عندنا كلمه الرحيم فصل ما بينها وكلمه الشيطان كلمه قالب وليتستعذ من لو احسنت يا شيخ فهمها سيطاها فاهمينها ولا خاطر كي كلمه الرحيم اخر كلمه في البسمله الرحيم وكان جينا نقرا مثلا سوره البقره ما يجوزناش باش نوصلوا البسمله بكلمه الشيطان ما نقولش بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعيدكم الفقر. واضح اما لانك خليته يواصل علاش خاطر فصل بين كلمة الرحيم وبين كلمة الشيطان كلمة وقال. نعم واضح. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. نعم. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. نعم. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. واصل فلاح. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي زين وما أنتم بمصرخي وما أنتم بمصرخي
إني كفرت بما أشركتمون من قبل. وسيدي فلاح النون ممدودة نحس فيها. أشركتموني من قبل. إني كفرت بما أشركتموني من قبل. نعم. إن الظالمين لهم عذاب أليم. هك. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار أنهار خالدين. معليش عندك وقف غادي. الأولى كلمة جنات ما نبدوش بها، وكان جات جنات يجوز لنا باش نبداو بها. فهمت؟ عاود خذ نفس مليح. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. نعم. تحيتهم فيها سلام. يا عم محرز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. نعم. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. سبحان الله، مفهومة يا جماعة. لنهلكن الظالمين وبعد شنو قال؟ ولنسكننكم لشكون هذا؟ هي لشكون يا رب؟ شنو الصفات باش ربي يسكن الناس المسكن هذاك؟ أحسنت. ذلك لمن خاف مقامي وخاف واصل بدر. يلا ربي يجعلنا منهم ان شاء الله من الخائفين يا رب. من الشيطان الرجيم. زيد ميو على جهنم ويسقى لا مش بميت بميت وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. أحسن، فتح الله عليك. واصل وديين. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح. في قراءة أخرى الريح، ولكن نحن قرأ الرياح. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون. زيد الخلق لسيدي. لا يقدرون. الدال ما يخش معها النفس، خليها صافية الدال. لا يقدي دي أغزل تشقع تقول لا يقدي دي دي. لا يقدرون مما كسبوا على شيء. نعم. ذلك هو الضلال البعيد. وصل يا طه. وصل. طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى أن لا مش ترى، كيفاش نقوليها ترى سي طه؟ كيفاش نقوليها كلمة ترى؟ هذيك. كهو. ألم تر بالحق واضح؟ أي أما يعني دلالة على أنه مجزوم الفعل هذاك حال الوصل من مدوهاش الراء. ألم تر أن عاود مش حال الوقف. ألم ترى لا مدوه الفعل، لكن ما يهمنيش أنا ديما نقفوا على مرسوم الخط. أحفظوها قاعدة. الإمام قالون يقف على مرسوم الخط، كيما مرسومة في الخط نقفوا عليها قاعدة. أمشي هيك. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق
إيه نعم. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. جديد. يعني قلقلة في الدين. قلقلة في الدين. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وما ذلك على الله. على. وما ذلك على الله بعزيز. وذرفوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إنا كنا وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. واصل سي مراد واصل. لا ريت أنا هذيك أنت مثال جديد معنا أول مرة سيلش ركز هذه معلومة ما عادش نساها جملة أوصل كلمة أنا أوصلها كلمة أنا أوصلها مش الألف نتاع كلمة أنا فوق السكون فوق السكون يعني كي نوصلوها ما نمدوهاش النون ما أنا بمصرخكم مش أنا بمصرخكم معاو ما أنا بمصرخكم شو أختفى خطفين ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني أقف يقف تنفس شد فران الأربع جيل يقف كانك على الموتور زوز برك عاوي وما أنتم بمصرخي أحسنت لا كفرت واحد بركة هو كفرت بما أشركتموه من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم واصل سيد علي وأدخل ودخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين لا مش خالدين 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 فيها بإذن ربهم تحيتهم شوف سيد علي ريت الياء هذيك المشددة بينهم نقول تحيتهم فيها سلام أحسنت سيدي رضا عودي من وقال الشيطان يلا وقال الشيطان عودي وقال الشيطان تي أي وحيد إيش قال الشيطان عنده حق قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم ولوموا أنفسكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم شوية بركة سيدي رضا شوية بركة اخطف هالنون إني كفرت بما أشركتموني من قبل أحسنت إن الظالمين لهم عذاب أليم واصل سيدي الأزهري وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم
نفس الملحوظة مش تحيتهم 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 فيها سلام. آه يا ربي يفتح لنا نعطيكم الأملاء سيدي خلينا نمشوا نصلوا إن شاء الله. ركزوا معايا بربي فك التشديدات وكل حكايه واضح. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبة كشجرة طيبة فضلوا. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ما إيش كشجرة كشا كش كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجتثت خبيثة نو ومثل واضح إيه خبيثة نجتثت النون مضمومة الإمام حرص يقرأها خبيثة نجتثت خد ذلك مسموعة برشا أما نحن نقرأها خبيثة نو واضح أسمعي مليح. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجتثت من فوق الأرض أجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة أجتثت من فوق الأرض أجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. نبدو بها قوة أجتثت نبدو بها واضح نبدو بها أجتثت واضح نعم لأن الحرف الثالث مضموم عندنا قاعدة في همزة الوصل وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي الأسماء المسموعة يعني ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين نحن الأفعال أسمع ومجدد عودها وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم وقتاش إن كان ثالث من الفعل يضم الحرف الثالث ما هو هنا اجتثت اللي هو تو احسنت نبدو بها واضح واكسره حال الكسر والفتح اذا كان الفعل الحرف الثالث مفتوح ولا مكسور ابدا بها مكسور وقتاش نبدا بهمزه الوصل مفتوحه اذا كان في الاسماء الباب الكتاب القران الله واضح كلها نبدا بها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فضله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة نعم الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار ويفعل الله ما يشاء ولم تر واضح يشاء ولم إبدال الهمزة الثانية وهو مفتوحة واضح نعمتا عندنا التاء مفتوحه كيفاش نخف عليها اختبارا اي شكون ينجم يحكي لي عليها
علاش انت كيفاش بيها مفتوحه وكذا؟ عندكم مش فكره ولا ما عندناش فكره؟ عندنا كلمه نعمه تاء الاصل فيها التاء تسمى مربوطه في القران، عندنا 11 موضع التاء مفتوحه، واضح؟ التاء في كلمه نعمه تاء مفتوحه، واضح ولا؟ منها الموضع هذايا، واضح يا جماعه ولا؟ الم ترى الذين بدلوا نعمه الله كفرا. عندنا جزء في سوره ابراهيم تو جينا هذه، وواحده مش جينا واحده اخرى، واضح؟ يقول لك يقول ابن الجزري نعمتها ثلاث نحل ابراهيم معا اخيرات عقود الثاني هم لقمان ثم فاطر كالطور عمران، واضح؟ هذوما 11 موضع فيها السور اللي ذكرتهم تو، واضح؟ يعني التاء تبدا مفتوحه نقف عليها نعمه في رتبه منقلونه نعمه، وكان جات التاء مربوطه كيفاش نقف عليها؟ نعمه، ما نقوليش نعمه، نعمه ماتت ولا حي؟ الله يرحمها. هاي سيدي نعم ما ولا هذوما نعرفوهم، علاش؟ قدر ساعات تلقاها التاء مفتوحه كما اول سوره ابراهيم، واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمته، هذيك التاء اسمه قول معايا التاء مربوطه فيها جوج معاني. نعم فيها جوج معاني، ايوه بالطبيعه. النعمه قولي النعمه في سوره المزمل البرجوازيه اللي لبس عليه، واضح؟ والنعمه هذيك من الله سبحانه، كل خلو من عند الله في الاخر. جهنم يصلونها وبئس القرار. جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قل السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك في البحر بأمره وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. تفضلوا. الله الذي خلق السماوات والأرض لغلوم منك.
كفار الأصنام وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إني أسألك السماء ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء بالأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة الآيتين هذوما لازم ديما يتقالوا في السجود في الصلاة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. هاكا دعاء شامل جامع مانع. ربنا تقبل دعاء وبعد شنو؟ لوالديك. وبعد المؤمنين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم.
ريتوا محلاه القرآن سكينة وذكر ربي سبحانه وتعالى لبي ذكر الله ربي اجعلنا من الذين تطمئن قلوب وعيه اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم يا ربي لا تبعدنا عن حلقات القرآن. اللهم يا ربي اجمعنا مع القرآن أينما كنا. اللهم اسبل سترك وعفوك ومنك علينا. بارك اللهم في الحاضرين. اللهم اجمع شمل الحاضرين. اللهم وفق الحاضرين. اللهم اعط الخير للحاضرين والحاضرات. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا تعلم حالنا وترى مكاننا ولا يخفى عنك سؤالنا. اللهم يا ربي أعطنا سؤلنا. اللهم يا ربي أعطنا سؤلنا. أبعد عنا شياطين الإنس والجن يا أرحم الراحمين. أبعد اللهم عنا الساحرين والساحرات يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا اسبل سترك وعفوك ومنك علينا. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا. والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا انقش القرآن في عقولنا وأفكارنا وصدورنا وألسنتنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم بدءا وختاما على سيدنا وحبيبنا وقرتنا محمد صلوات ربي وسلم عليه. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.